شوف شوف هذه واحد العصاره يدويه معدنيه غريبه لواحد الدرجه ما كتصورش، درجة لانهم قالوا كيقدروا يعصروا بها اي حاجه تجيك على بالك، كيعصروا بها البيض، الرجلين ديال الدجاج، الليمون، البنان، الدلاح، الكيوي، اي حاجه كتصور على بالك. والغريب في الامر لانها دائما كتعطي نتائج اللي هي مزيانه. صراحه شي حاجه اللي غريبه على انك تلقى عصاره بحال هكا كتعصر كلشي، درجة لانهم دايرين لها واحد الكونت في تيك توك كيطلبوا من المتابعين ديالهم على انهم يقولوا لهم اي حاجه بغاو يعصروها بها وكيعصروها بها. كلشي تفهم ليا الا الرجلين ديال الدجاج كيفاش تعصروهم بها. انا اليوم غنوضح حد الاشاعات هادو وغنشوف واش بصح هاد العصاره هادي كتعصر اي حاجه. زعما تكون بصح نجربوها. رجلين ديال الدجاج، البيض مسلوق، التفاح، الليمون، الكيوي، لافوكا، مطيشه والبنان، هادشي كامل غنجربو في هاد العصاره هادي. وراهي العصاره جبتها. العصاره كتجيب هاد الشكل هذا وفيها هاد الصفايه هادي كتكون من الداخل، والعصاره كتعمل بالضغط اليدوي، يعني كتخشي فيها اي حاجه وكتبرك عليها. نبداو كنجربو فيها هادشي كامل. غنبدا بالكيوي. فوالا بحال هكا دابا غنبرك عليها. صراحه الكيوي كان ساهل، شوف كيفاش خرج من الجناب، طلع ليا شي شويه هنا من الفوق. دابا غادي تشوف كميه العصير اللي خرج ليا الكيوي. نجربو بسم الله. ثلاثه الحبات ديال الكيوي عطاوني ثلاثه النقطات ديال العصير. ربما حتى الكيوي ما فيهش الماء بزاف. بسم الله. شوف الكيوي كيفاش تعجن تما الوسط وبقى هنا الفوق، دونك الكيوي ما عصراتوش مزيان. هذه كتركب بحال هكا، هذا الراس هذا كيكون الفوق. دابا نشوفو مطيشه. والعربه بركة الله نبرك لاقصى درجه اللي بغا يدير الحريره. كتطلع هادشي ملي كتعاود تطلع يدك يطلع مع هادشي هذا، نردوه بيدينا ونعاودو نديرو عصره اخرى ونشوفو دابا مطيشه شحال خرجت لينا. مطيشه خرجت صراحه اكثر من الكيوي. ورا هذه تقريبا هي الكميه اللي خرجت ليا من جوج ديال المطيشات. دابا غادي ندوزو للبنان. غادي ندير يمكن بنانه وحده، بنانه تقريبا عمراتها، دونك نجرب غير وحده. اصلا كنظن البنان واحد واش يخرج منه الماء، البنان ما فيهش الماء بزاف. شوف البنان كيفاش تعجن. هذه بالنسبه اللي بغا يدير العجينه ديال البنان صراحه هي غتعاونو. نشوف واش كاين شي ما هنايا ولا والو. البنان ما فيهش الماء بصفه لا نهائيه، وبالتالي بطبيعه الحال ما يخرجش الماء. انا كندير هذا الشيء هذا واخا عارف على ان البنان تقريبا ما فيهش الماء، ولكن بغيت نشوف داك الفيديو داك الشيء اللي قالوا واش بصح ولا ماشي بصح. دابا غادي ندوز الليمون. كنظن ان الليمون غادي يتعصر بشكل اللي هو مزيان. نص ديال الليمونه غنخشيها بحال هكا. فوالا خشيتها بحال هكا وغنبرك عليها. دابا نشوفوا الكميه ديال العصير اللي غادي تخرج. واحد الملاحظه بانت لي فهادي ان الخامه ديالها قويه بزاف، وبالتالي كتقدر تحمل اي ضغط كما كان، واخا تكون الفاكهه اللي كدير فيها قاصحه كتسمع الماء انها كيتعصر. دونك هادي غتكون فيها الماء مزيان. هادي مزيانه. هادي باقا تخرج الماء. ها كيفاش ولات داك نص ليمونه. غندير نص الاخر باش نشوف ليمونه شحال تخرج ليا. تبارك الله تبارك الله. هذه ليمونه دابا صراحه بالنسبه لليمون عصراتو مزيان. شوف وهانس الليمونه الثانيه كيفاش ولات. دابا غادي ندوزو للتفاح وغادي نديرها بنفس الطريقه. غنحطها بحال هكا على ما كنظن التفاحه غتكون قاصحه، وهنا غادي نختبروها مزيان. دابا انا كنستعمل جوج اليدين ونقدر نحطها في الارض بحال هكا ونبرك عليها، يعني ماشي بالضروره نهزها الفوق باش عندها هذه القاعده. هذه نحطها في الارض ونبرك مزيان. زيد زيد صراحة تبارك الله والله الا صحيحه. تفاحه تمعسات. دابا غنشوفو نص التفاحه شحال خرجت ديال الماء. تبارك الله التفاح صراحه فيه الماء. شوف نص التفاحه هادي. دابا بدات كتعجبني. في الاول صراحه خلعتني، ولكن دابا بدات كتعجبني. دابا ها كيفاش التفاحه ولات قريبا ولا بحال شكل الياف، كاع الماء خرج منه. نعصر نص الاخر حتى هو بنفس الطريقه. غنخشيه وحتى التفاحه قاصحه غادي نخليها غير في الارض هنا، ما غاديش نهزها بيديا. صراحه الطريقه احسن من الطريقه الاولى اللي كنت كندير هكا. والله الا عمليه بزاف سهله وما كتجيني صعيبه. في الوقت كنهزها للفوق هكا احسن. والله الا هكا احسن بالله. نشوف دابا. لا والله الا كتخرج الماء من التفاح حتى هو بحال تقريبا الشكل ديال الليمون. التفاح عطاني تقريبا نفس الكميه عطاني الليمون. دابا غادي نشوفوا لافوكا. على ما كنظن لافوكا محال غادي يكون فيها الماء، ما غادي تخرج حتى شي حاجه. غادي ندير غير النص. فوالا هو نص لافوكا هنايا. غادي نستعملها غير بحال هكا لينه للغايه. هذه صراحه غير الا بغيتي تمعس لافوكا ولا شي حاجه 99% ما غاديش يكون فيها الماء. واحد النغيزه. دونك لافوكا اصلا ما فيهاش الماء، يعني داك الفيديو اللي شفناه غير كذوب. انا كلشي تفهم ليا الا كيفاش عصروا فيها الرجلين ديال الدجاج. قال ان الرجلين ديال الدجاج حتى هما كيتعصروا. نجربوهم. كنا نصارعوا على انهم غيتعصروا. نديرها جوج. فوق العظام كيطردقوا. سمع سمع باش تعرف راه قاصحه وصحيحه. شوف هادشي هذا والله الا خرج منهم الماء. اف ريحه الزفوريه طاش. ما عرفت واش خرج منهم الماء ولا حتى غسلت تبقى فيها واحد شويه ديال الماء. نعاود نجرب الاخرين. خساره هذا امر لا يسر. نعاود نجرب جوج اخرين لحقاش داك الماء ما عرفتش واش خرج. لحقاش غسلتها ملي غسلت لافوكا اولا ما خرج منهم. اسمع اسمع العظام هنا واش عجبتني على انها قاصحه. اسمع هذه كتطرزق ديال العظام. لا اذا ما فيهمش الماء هذاك الماء اللي خرج في الاول غير الماء ديال حيت مشيت غسلتها. على خرج داك شويه ديال الماء كيسحب لي واش خرج منهم هما.
طوب ما خرج منه الماء، ما حيت اصلا المساله كانت مستبعده. واخر حاجه بقات لينا هي البيض، غادي ندير غير جوج بيضات وندير غير بيضه واحده باش بلا ما نضيع البيض، حيت الشرب حتى هو ما فيهش الماء، بما ان الشيء الاخر اللي ما فيهش الماء ما خرج منه والو، دونك البيض حتى هو ما غاديش يخرج منه الماء بلا ما نضيع البيض، غندير غير بيضه واحده. فوالا هي لداخل، ها هو البيض كامل تعجن، اي فوالا ما كاين حتى نقطه ديال الماء. داكشي علاش باش ندير البيض الاخر باش ما نضيعوش حتى هو. وبالتالي الفكره ديال العصاره هذه فيها جوج ديال الاوجه. الاول ممكن نقول على انها مزيانه وواعره لحقاش كتعصر الحوايج اللي قاصحين بحال الليمون التفاح، يعني الرمان حتى هو غادي تعصرو. اما بالنسبه للحوايج الاخرين اللي شفناهم في الفيديو راهم غالطين، وبالتالي من ناحيه الجوده ديالها، ولكن من ناحيه الفيديو اللي شفناه فيديو اللي هو فيك وغلط. بالنسبه للتجارب اللي كندير، ما كنديرش التجارب ديال الاكل وديال الحيل وديال المشروبات، وانما حتى ديال المنتوجات بحال هكا او لا ما شابه. فالا كان عندكم شي منتوج بغيتو تجربوه سيرتو ليا اما في الانستغرام او لا طاغيوني فيه او لا حطوا ليا في التعاليق. نشوفكم.